بالتأكيد يعني الأصبح فخري بجوز غاب بس ما رحل، لن يرحل عن وجداننا إلى أبدا. للسبب يعني بعتقد أنه أغانينا اليوم جدول لا ماء فيه، لأنه الماء كان هو صباح فخري الحقيقة يلي قدر عرفنا على تراثنا العظيم وقدر يحرسه. فللسبب مشان هيك لما قالوا حارس التراث بالتأكيد بيعنوا تماما أنه صباح فخري لولاه لاندثر هذا التراث. كان له فخر لأنه حافظ على هذا التراث وعرفنا عليه، وبالتالي هذا التراث مستمر عبر مجموعة من الشباب أصحاب الأصوات الجميلة اللي عم ينهلوا من نفس المنهج. وهون الفضل كله بيرجع من أولا وأخيرا لصباح فخري، وأنه كنا أصدقاء وأهم شيء أنه يعني كان كريم بعطائه، كريم إلى أبعد الحدود. يعني صحيح مثلا في كثير من الأحيان كان يرفض يأخذ أجر عن حفلة لها طابع إنساني أو طابع عائلي أو شيء من هذا النمط، كان يرفض يأخذ أجر لا هو ولا الفرقة تبعه. يعني بالتالي كان هو يدفع للفرقة إذا كان فيه، إذا كان الموضوع عمل إنساني. صباح فخري كريم جدا، وأهم شيء أنه عرفنا على تراثنا اللي كنا نحن منجهله. بالتأكيد يا قلبي لقلك، هلأ المدرسة اللي تركها صباح فخري مدرسة مستمرة، والمدرسة هذه اللي هي الحفاظ على التراث وتعريف الناس عليه سواء في سوريا أو في الخارج. يعني لولا صباح فخري نحن ما تعرفنا على هذا التراث العظيم، وهو اكتشف سره ونقلوا إلنا. ومن أهم أسراره أنه هذا التراث مهما أعيد ترجع بتنطرب له، بترجع بتحبه مرة ومرتين وألف حتى. يعني لو بينقال مليون مرة قل المليحة في الخمار الأسود هترجع تنطرب له. وهذا هو سر التراث هذا بدون شك يا قلبي. هلأ هو فنان بقامة صباح فخري بيرحل بس ما بيغيب، بضل حاضر بوجداننا. وإن كان برجع بكرر مقولة إنه بدون صباح فخري أصبحت أغانينا جدول لا ماء فيه. كل أيامنا اللي كنا نلتقي فيها لكل لحظة كان لها طعم خاص وكان لها ود خاص. صباح فخري صديق صدوق ويقف إلى جانب أصدقائه أو حتى غير أصدقائه، كان يقف إلى جانب أي حدا بحاجة إلى لمسة حنان. الله يرحمه.